السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شباب. انا عايز ابدا اكمل على الجزء بتاع السمنكس، وده جزء مهم جدا معايا. الادفانتج الكبيره بتاعت الجزء ده مش بس انك انت تحل الموديل زي ما احنا شغالين، لا، هي لها ادفانتجز كتير قوي. اولا بتحل الموديل، ثانيا بتعرف البيست ماتس، بتعرف الاوبتيمايز، بعدين بتدي لك سنس من السنسيتيفيتي اناليسيس. اوعى تنسى ان انت في الجزء اللي انت بتحل فيه السيمبلكس انت بيطلع لك اليونيك وورز اللي هي كانت الفيزابيلتي اناليسيس في السنسيتيفيتي، ده بيطلع لك كده بالراحه الارقام اللي هي بتطلع بين الواي 1 والواي 2 بتطلع لك دايركت. فدي ميزه كبيره جدا. فروع او الجزء الحلو في السيمبلكس شويه الماثماتكس البسيطه بعدين، بس لازم تعملها بايدك عشان تبقى ستيبس سيستماتيك، خطوات يعني مكرره بس لازم تظل بايدك. النقطة الثانية، ازاي انك تقدر تترجم الأرقام دي؟ أتمنى إن لو كان في وقت أفرجك على الجزء اللي فيه لو أنا حبيت أضيف كونسترين جديد أو أشيل كونسترين قديم أو أغير أفيلابيلتي بتاعت كونسترين، لأن الواقع بيحصل فيه كده. يعني الواقع ساعات ببقى أنا شغال على موديل موجود فيه مجموعة من الكونسترينز، بعدين نزل كونسترين جديد، قانون جديد نزل. أي حاجة حصلت، أي تغير مفاجئ في الماركت، يعتبر كونسترين نزل على حل موجود. إزاي تأدجست ده؟ كان نفسي أوريك الجزء ده بس مش متأكد من الوقت. برضو لو حصل تشينج في الأفيلابيلتي وأنت شغال، يعني شغال على الموديل، فجأة حصل أي كونسترين من الكونسترينز اللي موجودة الأفيلابيلتي بتاعته اتغير. وأنا ضربت لك أمثلة على ده وإحنا بنشتغل مع بعض. سي انا شغال على كونسترين، يعني خليني اتكلم كلامي يبقى براكتيكال اكتر. بص كده، بص على مساله زي دي كده، احنا دي هنحلها دلوقتي. الهدف منها ان اوريك ان هنا في اكتر من كونسترين ومش هيفرق معاك حاجه، والماثماتكس قالت البيت ايه لينس ليه. يعني خلي بالك ان انا ممكن احل الموديل ده واخلصه بعدين وشغال بيه، يعني اشتغلت بالفعل شغال على الاوبتيمالتي ميكستشر اللي موجود هنا، بعدين صدم الاقي ان الاثنين دي اتغيرت بقت واحد، او صدم الرقم ده اتغير بقى 0.5، او حصل ان ال 24 بقى بدل ما انت شغال على 24 الرقم ده دروب داون انه بقى 19 او بقى 8. ايه اللي هيحصل في الموديل وانت شغال عليه؟ وده بيحصل في الماركت. انا دلوقتي مثلا لو بتكلم على فارم، انت عايش اللي انا بقوله عليه. انت لو دلوقتي شغال على فارم فانت متوقع ان نسبه الاعلاف مثلا يعني بتوصلك قد كده، هوب الاعلاف يقفل في المينا، فالنتيجه ان بدل ما كان بيوصلك 20 طن بقى 5 طن. يبقى اذا الكولسترين بتاعك الافيلابيلتي بتاعتها ايه اللي حصل لها؟ اتغيرت. لازم الموديل هتكمبنسيت، لازم مليون في المية الحاجات تتغير، لان انت بدل ما كنت بتشتغل على بلان A بلان B هتظهر وما كانتش اصلا موجوده فين؟ في الحسبان. فازاي اقدر اعمل ده؟ ده بيحصل بالفعل من الفاينل ايتريشن بتاعتهم. هشاور لك بس على الماتريكس، بس احتمال كبير قوي للاسف يعني مش هدخلك، هو جزء جميل قوي قوي يعني، لانه بيوضح لك قوه الكنترول لو حصل اي مشكله ازاي السنتكس يتعامل معاها. معايا؟ اوكي؟ بس بص على المثال ده، انا هشتغله اسرع شويه لان عايز اذا فضل 10 دقائق في الاخر اخليك تحل انت موديل الانيشال تيم الجدول الاولاني، بس يكفينا اشوف الجدول الاولاني التاني فين. اوكي المره دي، بس طبعا خلي بالك المره اللي جايه وارد جدا ادي لك بقى مساله كامله وانت تحلها. واضح؟ تعال بقى بص معايا كده. اول حركه بعملها، الناس فاكره تاني الكلام اللي انا قلته فيه، اول حركه بعملها بعمل ايه؟ بجيب الكولسترينز. الكولسترينز اللي بعمل فيهم ايه؟ احط بوزيتيف سلاك، لان رقم واحد كل الكولسترينز للزمن ايكوال، يبقى ده ستاندرد سيمبلكس. بعدين المساله بتاعتي مالها؟ ماكسمايز، خلاص احنا ستاندرد سيمبلكس مش هخش على اي توستات او اغير اي حاجه. يبقى اذا اول ستيب انا هعمله هروح اقول والله ده الفيرست كولسترين، حد يمدله لي كده؟ ها؟ 6 اوف اكس 1 بلس 4 اكس 2 للزمن ايكوال 24. خلاص مفيش داعي بقى نضيع وقت فيه، انا مش هخليه للزمن ايكوال. يبقى اذا هاجي على ده كده واروح جاي قايل الكلام ده بلس واحط بوزيتيف سلاب
خلي اس 1 والكلام ده بيساوي 24. الكوليسترين اللي بعديه اكس 1 بلس 2 اوف اكس 2 بيكوز 6. بعدين اروح حاطط اس 2 مثلا واروح قايل عليه بيساوي كام؟ 6. الكوليسترين اللي بعديه نيجاتيف اكس 1 بلس اكس 2 اوكي بيرفكت. بعدين بلس اي 3 والكلام ده بيساوي كام؟ 1. بيساوي 1. الكوليسترين الرابع اكس 2 ايوه اكس 2 بس يبقى اذا بلس اس 4 والكلام ده بيساوي كام؟ 2. دي فيرست سيستم حطيت الاستاكس فوق سواء خليتهم السات او انا عندي اكس 1 اكس 2 خليهم اكس 3 اكس 4 اكس 5 اكس 6. ولكن كلمتك في ده ان لو انا بشتغل على يعني عامل له الجوريزم هيبقى احسن بدل ما اغير الفاريبل من اكس لاس انه يبقى ماشي اكس 1 واكس 2 واكس 3 بس مجرد ان انا احط ريجريشن. عشان كده الموديل اللي عندك موجود فيه اكسات. لو انا جيت بعد كده هتكلم على طول الحركه اللي بعديها بجيب الاوبجيكتيف فانكشن. كان الاوبجيكتيف فانكشن بتاعي بيساوي كام؟ 5 4. يبقى 5 اوف اكس 1 بلس 4 اوف اكس 2 بلس 0 الكوليسترين اللي بعد كده 0 ام سوري الفاريبل 0 اس 1 بلس 0 اس 2 بلس 0 اس 3 بلس 0 اس 4. خلي بالك ان دول اللي هم السلاكس وخلي بالك ان دول الديسيجن فاريبلز او المين فاريبلز في المساله. انا كمان في المره اللي فاتت اكدت على ان السلاك بص في السلاك ده عباره عن الستور او المخزن اللي موجود فيه ماتيريالز فروم اور بوينت اوف فيو. دي الماتيريال الاولانيه الستور بتاعها موجود فيه كام طن؟ 24 طن. دي الماتيريال الثانيه الستور بتاعها فيه كام طن؟ 6 طنز. الماتيريال اللي بعديها الستور فيه كام؟ واحد. اكني بعمل عمليه تشوين قبل ما اشتغل بحضر الحاجات اللي انا ايه هستخدمها. محتاج كذا محتاج كذا محتاج كذا محتاج كذا ارتبهم ايه قدام عينيا كده. بعدين هبدا اشرح ايه فيرست سايتيشن. كمان المرات اللي فاتت انا اكدت عليك وانا هسال في الكلام ده ان اول بوينت في الستاندرد سمبلكس كانت البوينت اللي هي بتاعت مين؟ 00. وانا طالب انا متاكد كده يعني الشروط اللي انا طلبتها هنا علشان تبقى الاوريجن واحده من الفيزبل بوينتس. لما هاجي احل مينيمايزيشن بروبلم الاسبوع اللي جاي سواء كان اونلاين او كامبس هتفهم ان انا مش بادئ المساله بتاعتي فيزبل. انا بادئ المساله انفيزبل لان نقطه الاوريجن بره الحل اصلا مش موجوده جوه منطقه الحل. حضراتكم فاهمين اللي بقول ايه؟ لكن الموديل ده نقطه الاوريجن هي 00 داخل الفيزبل اريا اوف سوليوشن. ده السبب ان احنا شرطين في الاساس ان كل الكوليسترينز يبقوا ايه؟ لسه موجودين عشان اضمن ان نقطه الاوريجن فيزبل. عشان كده الحاله دي صنفت كده هم كلهم مرتبطين ببعض. هبدا بقى الكيسز اللي انا التيبل اللي انا بتكلم عليه او اتعودت عليه اكتر من مره. طبعا اهو هبدا انظمهم. لو انا حبيت اجيب لك ده وانت تكمله انا هجيب لك الجدول عشان ما بهدلكش او عشان الامور ما تخرجش من ايديك. اهو وبرده لو انا جبته هجيبه بالتنظيمه اللي انت عينيك واخده عليها. طبعا هنا x1 بعدين x2 بعدين s1 s2 اوكي s3 s4 بعدين بيجي عندي value بعدين الجزء بتاع الريشيو بعدين الريماركس مثلا او اي حاجه. اول خانه دايما اول رو بيبقى الاوبجكتيف فانكشن رو ما فيهوش ريشيو ده زي دول البيزك فاريبلز او البوينت الاساسيه اللي موجوده عندك بدايه الحل فيهم. تمام بيجي على طول بعديها دايما انا بحاول ابدا بالمين فاريبلز او ديسيجن فاريبلز بعدين دول السلاكس بتوعي كده انا جهزت عملت سيتنج للتيبل اللي جاي حطيت الاوبجكتيف فانكشن. الحركه اللي بعديها على طول هبدا احط الكونسترينز وات ايفر الكونسترينز بتوعي شكلهم عامل ازاي. اهو
ابدا احط بقى الفاليوز بتاعتي. ده اس 1 زي ما حضرتك فاكر المره اللي فاتت، اس 2 اس 3 بعدين اس 4 بعدين هبدا ادخل الارقام بتاعتنا. ادا 5 4 0 0 0 0 فاليو بتساوي 0 لان انت لسه ما بداتش الشغل بتاعك خالص، فالمصنع بتاعك واقف فمفيش انتاج. هيبدا يخش عندك بقى 6 4 1 6 4 1 بعدين تريبل زيروز بعدين الفاليو 24 اللي بعديه هيبقى 1 2 1 2 0 1 0 0 بعدين الريزلت بتساوي 6 اللي بعديه نيجاتيف 1 بعدين 1 0 0 1 0 بعدين الريزلت بتساوي 1 الاخير 0 1 بعدين تريبل زيروز 1 بعدين الريزلت بتاعتك بتساوي 2. انا دخلت الكونستنت بروجكت فريكم، دخلت الروب بتاعه ودخلت مين الكونستنت. طبعا لاحظ ان لازم الفاريبلز تبقى مترتبه، اكس 1 تحت بعضه اكس 2 تحت بعضه، لو انت مش حاططهم عادل ممكن عينيك تتلخبط ويديك الرقم مكان رقم تعمل لك مشكله. الحركه اللي بعديها انا عايز ابدا ان انا امشي، ابدا الفيرست ايتريشن ابدا اتحرك منها. اول حركه بعد ما عملت الجدول ده حد فاكر بعمل ايه؟ اجيب الانترنج فاريبل. ايوه اجيب الانترنج فاريبل. انا بعمل ماكسمايز يبقى اكبر رقم موجب، صح كده؟ اروح داخل هنا على الرو بتاع الاوبجيكتيف فانكشن، يبقى انا دلوقتي بحدد انترنج فاريبل. الانترنج بتاعي 5 وانا قلت لك على طول الرو او الصف ده ابدا اعلم عليه بالوضع ده. بعدين الحركه اللي بعدين مجرد ما حددت الانترنج بحدد مين؟ ليفن. طب بجيب الليفن ازاي؟ بكل بساطه بمسك الريزلتس اقسمها على الانترنج يبقى 24 اوفر 6 يقوم ده يدي لك 4 بعدين 6 ديفايدد باي 1 من الكلام ده يساوي 6 بعدين 1 على نيجاتيف يدي لك نيجاتيف فاليو و2 على 0 انفينيتي. لا النيجاتيف انا بستخدمه ولا الانفينيتي بستخدمه، انا بختار مينيمم بوزيتيف فاليو. خلي بالك ان ده كونديشن فيزابيلتي وانت ممكن تسال على كده، يعني ممكن اجي في امتحان اقول لك ذا كونديشن فور فيزابيلتي ان ذا سيمبلك ستيت واروح مدي لك الترنتيفز ذا ماكسيمم بوزيتيف فاليو ان زيرو اف ات جوز ماكسمايزيشن ذا مينيمم نيجاتيف فاليو اف ات جوز مينيمايزيشن بروبلم بعدين الليست بوزيتيف ريشيو اوكي المينيمم ريشيو بس. طبعا انا بختار المينيمم بوزيتيف ريشيو وهو ده الشرط بتاع مين؟ الفيزابيلتي. طبعا انت فاهم يا محمود دي شرط الاوبتيماليتي، شرط الاوبتيماليتي اكبر رقم موجب في صف الزد لو انت بتعمل ماكسمايزنج او اقل رقم سالب لو انت بتعمل مينيمايزنج. تاني لو بعمل ماكسمايزنج انا بختار اكبر رقم ايه؟ بوستر. لو بعمل مينيمايزنج اختار اقل رقم نيجاتيف. يعني ايه اقل رقم نيجاتيف؟ نيجاتيف 7 للاقل ولا نيجاتيف 1 للاقل؟ نيجاتيف 7 لان طبعا الارقام لما بتبقى بالنيجاتيف كل ما الرقم بيكبر قدام الشارع يبقى هو الاقل، خلي بالك طبعا انا بس بدي هند بس لما نيجي نشتغل هوريك واحده. طيب يعني اذا معنى الكلام مين هيجي في الحل؟ يبقى اذا اس 1 ده هو اللي هيمشي وهيخش مكانه اكس 1. اه انا محدد عليه. ده معناه ان الرقم اللي فيه الانترسكشن بين الرو والكولم ده اللي لازم يبقى ببوزيتيف 1 في النكست ايتريشن. معايا؟ ده لازم يبقى موجب واحد فين؟ في الايتريشن اللي بعده. تعالى بص كده. ادي الايتريشن الجديده. ادي السي هنا مفيش ريشيو. بعدين ادي الزد رو. خلينا ناخد قلم بلازر. يبقى هنا هيخش عندي اكس 1 ده الانترنج فاريبل بعدين يو هاف اس 2 بعدين اس 3 بعدين اس 4 بعدين ده كده خلاص انتهى.
انا بدافع على الايتريشن دي. الناس لو تفتكر اول حركه بعملها بعمل ايه؟ انا دلوقتي دخل اكس 1 مكان مين؟ مكان اس 1. لو تفتكر انا قلت لك دايما البيزك فاريبلز يعني المتغيرات اللي موجوده هنا لازم الانترسكشن بتاع الرو مع الكولم بتاعهم الرقم اللي هنا ده يبقى كام؟ واحد. بص كده هنا اكس 1 انترسكشن مع اكس 1 لازم ده يبقى كام؟ 1. بقيت العمود لازم يبقى بزيروز. بص يا زياد كده على البريفيوس ايتريشن. بص كده الاس 1 امشي مع الاس 1 تلاقي كام؟ 1. بقيت العمود بكام؟ بزيروز. طب تعالى كده على اس 2 ها؟ اس 2 مع اس 2 تلاقي 1 وبقيت الكولم بتاعهم بيساوي كام؟ ده اللي انا هعمله دلوقتي. يبقى انا عايز اكس 1 اكس 1 يبقى مكانهم كام؟ مكانهم 1. ده اللي اهم حاجه اعملها، عايز الرقم ده بيساوي بوزيتيف 1. بس الرقم ده في البريفيوس ايتريشن بيساوي كام؟ بيساوي 6. طب ازاي اخلي ال 6 دي تبقى 1؟ ديفايد الرو كله على 6. لما اعمل ديفيجن على 6 ايه اللي هيحصل؟ هيبقى ده بص صبعي فوق وصبعي تحت. الواحد ال 6 على 6 6 ديفايد باي 6 از جونا بي 1. 4 ديفايد اوفر 6 ده هيجي لك 2 اوفر 3. بعدين 1 اوفر 6 0 0 0 بعدين الرقم ده يطلع 4. لازم تتشيك ان النمبر ده زي ده بالظبط. ده لازم. لان اكشوال انا بعمل ريشيو. فلازم الريزلت اللي تطلع يبقى الرقم اللي انت بتجيبه از ريزلت هو او الفاليو هو الريشيو في البريفيوس ايتريشن. في الايتريشن اللي بتجيبه. انا كده نجحت اجيب مين؟ الواحد اللي انا عايزه. فاضل ان بقيه الاليمنتس اللي موجوده هنا كلهم يبقوا بايه؟ زيروز. الحركه دي هعملها ازاي؟ ومهم قوي افهمك الاسلوب بتاعها، مهم انك تبقى فاهم. انا عايز الفاليو اللي تبقى فوق هنا بزيرو، عايز الرقم ده زيرو. بس اكشوال هو فوق بكام؟ ب 5. ازاي اخلي ال 5 دي تتنقل في الاكس ايتريشن تبقى زيرو؟ خلي بالك انا كده بنقل من مكان لمكان. عشان اعمل كده الواحد ده بضربه في نفس الفاليو اللي انت عايز تبقى بزيرو بس ويز اوبوزيت سايد. معنى الكلام ده ان انا هضرب في كام يا محمود؟ ده الواحد ده الرقم اللي انا عايزه يتنقل هنا بصفر، يبقى الواحد ده اضربه في كام؟ نيجاتيف 5. تعال اضرب كده معايا. على فكره هو انا المفروض بضرب الصف ده كله في نيجاتيف 5. بعدين اخده واروح جمعه على الصف ده كله والريزلتس بكتبها هنا. يعني انا ممكن امسك الصف ده كله واروح ضربه الاول في نيجاتيف 5. اخد الكابي دي واروح جامعها على الصف اللي فوق والريزلتس بكتبها هنا. هوريها لك دلوقتي وانا شغال. بس طبعا عشان اعمل ده محمود هيتطلع اني اخد كابي من ده واكتبه بره واضربه واجمع كذا حركه. الاسهل اعمل رقم رقم. طيب هعمل رقم رقم ازاي؟ اروح قايل اهو نيجاتيف 5 تايمز 1 بنيجاتيف 5 بلس 5 يبقى الريزلت بتاعته بتساوي 0. هكرر اهو نيجاتيف 5 تايمز 2 اوفر 3 اتس gonna be نيجاتيف 10 اوفر 3. لما اجمعها على 4 اللي هي 12 اوفر 3 يبقى الرقم ده هيساوي 2 اوفر 3. In a similar manner. نيجاتيف 5 تايمز 1 اوفر 6 is gonna be نيجاتيف 5 اوفر 6. لما اجي اجمعها على 0 تديني نيجاتيف 5 اوفر 6. كرر. نيجاتيف 5 ب 0 بلس 0 0. نيجاتيف 5 ب 0 بلس 0 الريزلت ب 0. انا بضرب هنا بجمع على ده بكتب هنا. كمان مره. نيجاتيف 5 تايمز 0 ب 0 بلس 0 is gonna be 0. Once more. نيجاتيف 5 تايمز 4 بنيجاتيف 20 بلس 0 اي زياد. ده الرقم احنا كنا بنتكلم عليه الصبح ان انا ممكن اغير شكله لا انا نسيته. واضحه؟ يبقى انا كده جبت مين؟ العمود الاولاني. اللي انا قلته ده كرريه تاني. حضرتك ها؟ انا عايز تحت الواحد هنا يظهر ايه؟ زيرو. ما هو انا عايز واحد ده وده وده بزيروز. يبقى انا هبص هنا على الرو اللي فيه اس 2. ارجعي فوق على الرو اللي فيه اس 2. اس 2 كان الرقم بكام؟ طب بص بقى كويس قوي ازاي اخلي ال1 ده اكتبه هنا بزيرو؟ كل اللي هيحصل هرجع على ده على الرقم ده اللي هو ال1 بيفوت هضربه في نفس الفاليو دي بس ويز نيجاتيف ساين. يبقى تضربي ال1 في كام؟ نيجاتيف 1 صح؟ يبقى اذا بصي بقى هضرب هنا
واجمع هنا والريزلت اكتبها لي. اعيد تاني، هضرب في ده في دماغي والرقم اللي يطلع اجمعه اللي بشاور عليه بايدي اللي فيه الساعه والريزلتس اكتبها هنا. طب اعمل ايه كده؟ نيجاتيف 1 تايمز 1 بنيجاتيف 1 اجمعي عليه بلس 1 الريزلت بكام؟ كرر ايه؟ نيجاتيف 2 اوفر 3 بلس نيجاتيف 1 هجمع عليها مين؟ ال 2 دي اللي هي 6 اوفر 3 6 اوفر 3 ونيجاتيف 2 اوفر 3 يبقى الرقم ده اصبح 4 اوفر كام؟ كرري تاني نيجاتيف 1 اوفر 6 بلس 0 بنيجاتيف 1 اوفر 6 نيجاتيف 0 بلس 1 ب 1 نيجاتيف 0 0 0 نيجاتيف تايمز 0 ب 0 0 اهو نيجاتيف 4 تضربي في نيجاتيف ضربت ال 4 في نيجاتيف نيجاتيف 4 اروح اتبعها على كام؟ يبقى بلس 6 ريزلت يبقى اذا الرقم ده بقى بكام؟ اللي بيحصل يا زياد انا بضرب الصف كله في رقم واخده واجمعه الصف اللي فوق والريزلت اكتبها تحت بس انا مش عايز اعمل ده بره لو عملتهولك بره هتغلط هتغلط لانك هتاخد هتعمل كام حاجه؟ هتاخد الارقام دي تطلعها بره محمول يعني انت هتضربها في كام؟ في رقم يعني انت تروح تضرب الصف ده وتروح جامعه على اللي فوقيه بعدين تكتب ايه؟ الريزلتس تاني الاسهل ان اعمل رقم بمين؟ برقم طالما مانيوال لكن انا هوريك لو انا بعمل روز عشان تبقى واضحه الفكره ما هي إيه الفكره ازاي يعني هو في حاجه اضرب رقم في مش عارف ايه واجمعه رقم والريزلت تكتبه هنا انت اللي فاهم ده لانك فهمت الستبس وهي جايه منين انا عندي ايكويشن لو انا ضربتها في كونستنت فاليو جمعتها على ايكويشن ثانيه الريزلت ده ايكويشن كوركت زي ما ضربت لك مثلا في مره لو انا عندي سكيل ورحت شايل السكيل ده حاطه على سكيل ثاني هتبقى الريزلت مظبوط هي ده من الليفت هاند يساوي الرايت هاند. ان سيميلر مانر الرقم بتاع الاس 3 هو هنا بكام؟ طب انت عايزه تكتبيه هنا كام؟ طيب اعمل ايه؟ انا شايف ان ال1 ده لو ضربته في نفس الرقم يبقى بوزيتيف 1 مش هو ده نيجاتيف 1 عكسه ايه؟ بوزيتيف 1 يبقى انا هضرب الواحد ده بوزيتيف 1 واجمع لان كانت تضربي في واحد فمفيش معنى ان انا اعمل عمليه الضرب هروح اعمل ايه؟ اجمعهم على بعض. يبقى اذا على طول 1 بلس نيجاتيف 1 الريزلت بزيرو. 2 اوفر 3 بلس 3 اوفر 3 يبقى 5 اوفر 3. الحركه اللي بعديها 1 اوفر 6 بلس 0 1 اوفر 6. 0 بلس 0 0. 0 بلس 1 ب 1. 0 بلس 0 0. 4 بلس 1 يديك الرقم ده 5. على فكره هو انا ليه هدف ان انا كاتب ده بلزق؟ عشان دايما عينيا تروح على فين؟ عليه ما اتلخبطش وانا بعمل الحركه دي. الحركه اللي بعديها انا عايز الرقم ده يبقى بكام؟ بس انت يقول لك لان اس 4 بادئ بكام هنا؟ يبقى اذا ده هيبقى 0 1 تريبل 0 1 والكلام ده بيساوي 2. انا كده خلصت الايكويشن بتاعتي. عمليه سهله قوي بس لازم دماغك يبقى ايه؟ فريش كده وانت شغال. خلي بالك ان اللي مخلي الجدول ده رخم سنه يعني وجود الفراكشنز. بس الفراكشنز سهل جدا في التعامل معاها. يعني مثلا لو انا عندي 1 اوفر 4 وبجمعه على 1، ال 1 ده انا مش شايفه 1 انا شايفه 4 اوفر 4. دي صعبه. 1 انا شايفه ايه؟ 4 على 4. طيب لو انا عندي 1 اوفر 6 يبقى ال 1 هخليه ايه يا محمود؟ 6 اوفر 6. طب لو انا عندي 1 اوفر 7 يبقى انا لو عندي 1 هعتبره 7 اوفر كام؟ واقدر اجمع واقدر اطرح ادي خلص. العمليه دي بس محتاجه تريننج بس بكبر ما ده زي العضلات بالظبط زي الجيم. ماشي يا شباب؟ اوكي. انا عايزك تطلع لي الريزلتس من الالتريشن. ايه الريزلتس اللي انت وصلت لها؟ ركز جدا في اللي انا بقوله ده مهم قوي. اول حاجه هو اكس 1 موجود؟ الفاليو بتاعته بكام؟ يبقى اذا ده معناه ان الاكس 1 بقى بيساوي 4. كمل. هل في اكس 2؟ هل في اكس 2؟ لا. يبقى ده معناه ان اكس 2 الكلام ده بقى بيساوي كام؟ بيساوي 0. اللي تشيك اللي انا هعمله هاخد البوينت دي دي بوينت اكس 1 ب 4 واكس 2 ب 0. خد الرقم ده وارجع على هنا. شيل دي حط 4 وشيل ده حط 0. يبقى 5 تايمز 4 بكام؟ ب 20 اداني فعلا الزد مظبوطه يبقى هنا الزد
بيساوي 20 كده صح. الرقم ده هو ده بس معكوس في الاشاره كده. اللي حصل فعليا ان انا كده واقف عند نقطه الاوريجن. نقطه الاوريجن لو انت واخد بالك ده الاكس 1 وده مين؟ اكس 2. هنا الزياده في اتجاه الاكس 1 فراحت السيركس عملت ايه؟ حركت البوينت دي انها تمشي اليمالي لغايه اكس 1 بيساوي كام؟ 4. والاكس 2 بيساوي كام؟ بيساوي 0. لو انتوا مش واخدين بالكم افتكر معايا كده، ده كده مين؟ اكس 1. ده كده مين؟ اكس 2. الفيزبل اريا اوف سولوشن وات ايفر شكلها عامل ازاي؟ انا في السيمبلكس حاليا انا واقف عند نقطه مين؟ الاوريجن هنا في الايتريشن ده. اختيارك للرقم الاكبر في الاوبجيكتيف فانكشن بيحدد انه طريق اقصر للاوبتيماليتي. لذلك بعد ما انا واقف هنا انا ممكن اطلع لفوق يبقى الاكس 2 يدخل الحل. انت هنا مشيت في اتجاه مين يا اساتذه؟ يبقى اكن انت اتنقلت من البوينت دي للبوينت دي. انت دلوقتي ايه؟ البوينت دي اللي هي الكوردينيتس بتاعتها 4 وكام؟ 4 و0. يبقى انا بالفعل اتحركت، انا كنت في الاول عند نقطه اوريجن، بعدين رحت مسبوق لغايه نقطه مين؟ اكس 1. مين اللي جبرك تمشي في اتجاه الاكس 1؟ اختيارك الاوبتيماليتي كونديشن ماكسيمم بوزيتيف فاليو ان زيرو، مش هو الماكسيمم ده اللي خلالك الاكس 1 يدخل؟ يبقى اذا خلاك تروح في اتجاه البوينت اللي بعديه وهكذا. معايا؟ السؤال بقى انا دلوقتي عرفت انا في الوضع الراهن، في الوضع الراهن عرفت ان الماكس اللي هيدي لك براكتيكال سولوشن فيزبل سولوشن ب 20 هيحصل امتى؟ لما اكس 1 ب 4 واكس 2 ب 0. طب حد يقدر يقول لي مين البايندنج كونستريت؟ حد يقدر يقول لي مين البايندنج كونستريت؟ مين البايندنج كونستريت؟ طب حد عارف يعني ايه بايندنج كونستريت؟ مش البايندنج كونسترين ده الكونسترين اللي بيحكم الحل؟ الكونسترين اللي بيحكم الحل يبقى السلاك بتاعه بصفر. يبقى ارجعي بسرعه بص على السلاكس، بص هنا هو اس 2 كام؟ يبقى ده اباندنت نون بايندنج. تعالى بص على اس 3 بكام؟ يبقى نون بايندنج كونسترين ما هوش حاكم الحل. اس 4 بيساوي كام؟ يبقى ما هوش حاكم الحل. مين اللي مش موجود هنا؟ اس 1. اس 1 يعني في الوضع اللي انت واقف فيه دلوقتي مين اللي حاكم الحل؟ ده بايندنج كونسترينت في الحل اللي انا واقف فيه دلوقتي. معايا؟ اللي هو الفيرست مين؟ كونسترينت. يبقى انا جبت البايندنج دلوقتي وعرفت الاباندنس يعني عرفت المتوفر كام. لو انت عايز تترجم بالظبط يبقى ده معناه ان الكونسترينت رقم واحد ال 24 دي خلصت. هخلص ال 24. الكوليسترين اللي بعديه بدل ما هو كنت انت بادئ بستة دلوقتي انت بادئ بقى عندك كام؟ 4. طيب الكوليسترين اللي بعديه كنت انت بادئ الديفرنس ان ديماند بيساوي 1، هنا الديفرنس ان ديماند بيساوي كام؟ 5. الجاب بتوين الديماند اكس 1 واكس 2 بتزيد، عندك مشكله فيه. كمان ملاحظه بص على الكوليسترين الرابع كان متوفر منه كام طن؟ 2 طن. دلوقتي متوفر منه كام طن؟ يعني انت ما قربتلوش اصلا، اصله بعيد ده هنا ما قربتلوش، ما قربتلوش اصلا. اتفضل. هعمل بس انا بوضح ان في الوضع الراهن الحل اللي انا جبته فيزابل بس مش عارف اذا كان اوبتيمال ولا لا. ما انا ممكن اعمل حل بس الحل ده هل هو الحل الاوبتيمال ولا مش الاوبتيمال؟ انا هعرف دلوقتي بقى. هخش تاني على الاوبجيكتيف فانكشن. إذا ما كانش في بوزيتيف نمبرز أمشي للأيتريشن اللي إيه؟ اللي بعد، يبقى أنا وصلت للأوبتيمال، لو في بوزيتيف يبقى في أيتريشن كده. لما أدخل هنا هلاقي مين الإنترنج فاريبل يا شباب؟ دوت الإكس 2. وإن سيميلر مانر هبدأ أقسم عشان أطلع ريشيو وأشوف مين ليه. يبقى إذا ده الإنترنج فاريبل. تعالى بقى 4 لما أقسمه على 2 أوفر 3 إتس جونا بي 6. 2 لما أقسمه على 4 أوفر 3 It's gonna be 1.5. 5 لما اقسمه على 5 over 3 الكلام ده هيبقى 15 over 3 يعني يساوي 3. ال 2 divided by 1 هيساوي 2. معايا يا اساتذه؟ طبعا الارقام دي طلعت ازاي؟ ما
هنا باجي اقسم 4 هعمل له ديفايد على 2 اوفر 3 يبقى ده نومينيتور وانت عندك 2 اوفر 3 ده الدينومينيتور انت عارف ان الدينومينيتور والدينومينيتور از نومينيتور يعني اذا الكلام اللي انت بتتكلم عليه ده هو اكشن 12 باي 2 اللي هو بيساوي كام؟ 6 ان سيميلر مانر الرقم اللي بعديه نفس الكلام لما يجي عندك 2 which is a denominator ده بعمل له ديفيجن على 4 اوفر 3 الكلام ده هيبقى 6 اوفر كام 4 يعني بيساوي كام الديتيلز قوي دي مش لازمك قوي لا انت معاك كالكليتر بس خلي بالك انا ضربك في موضوع كالكليتر لان علشان تمسك كالكليتر وتقول 2 على ديفايدد باي 5 ديفايدد باي 3 ايكوال ويطلع لك الرقم وترجع تكتبه هتنسى انت هتكتبه فين حركة فاهمين اقول ايه؟ انت بتعمل اكتر من حركة، الاسهل ان دماغك ده يبقى ايه؟ شغال سنة بسنة. برضه ملحوظة، انا برضه مش هبهدلك، لان بيهمني انك فاهم الميل وخلاص انت فهمت البروسيجرز. الحركات بتاعت الارقام دي احنا اكبر منها، انا واثق فيك انك تعرف تعملها. فانا في الامتحان مش هجيب لك مسائل فيها فراكشنز كتير عشان ما تعبكش. لان عارف ساعتها انك هتتعب. برضه بتجنب لكن هنا انا حبيت اوري لك ايه الحركه تمام يا شباب اوكي احنا الساعه كام 10 حلو كفايه عليك كده طبعا انا هعمل ايتريشن جديده انزل معايا انا هنا كملت اهو خدت الكونسترينز ال2 اي حطيت اكس 6 فور اكس 5 اللي هم ريليتيف اس 1 اس 2 اس 3 انزل كتبت المين موديل اهو وده التيبل بتاعي على فكره في الامتحان لو انا حبيت اجيب لك تيبل يقول لك كده يقول لك كده الصوت انا كاتب هنا هذا الموديل ده انت هتعمله انت بس هتلاحظ ان انا مدي لك دول فاضي مترتب غالبا عشان ما بهدلكش هيبقى انت بسهوله هتدخل الاكس 1 وتدخل الاكس 2 وتدخل الاكس 3 والاكس 4 والاكس 5 والفاليوز موجوده وابقى خلاص انا متبرع بالحركه دي يعني الجزء ده انا عامله التيبل ده عايزك تملاه بالتالي دي سهله قوي وصلنا هو غلط في الاستريتريشن لان على طول انت هتروح جاي كاتب زي يبقى هنا الزد هو اللي الكاتب الاول بعد كده الكونسترينز بتوع تبدا ايه تحطهم ورا بعض بص اهو انا بوريك تاني اهو اول حاجه عملتها عملت مين؟ الزد رول زي ما انا عملت هناك اللي هي 5 و 4 والزيرو زي ايه والفاليو زي ايه الستيب اللي بعده انا التيبل اهو انا رحت مدخل الكونسترينز اللي هم اس 1 اس 2 اس 3 اس 4 حطيت الارقام نمبرز بتاعتي. الستيب اللي بعديها بسرعه الستيب اللي بعديها ايه؟ يعني انا لو جيت لك هنا ورحت مدي لك ده لقطه كده ورحت لك ده انترنج فاريبل هيبقى بكام؟ مين انترنج فاريبل؟ اكس 1 ولا اكس 2 ولا اكس 3 ولا اكس 4؟ يبقى انت على طول دي لو جات لك في الامتحان فانت تجيبها بمجرد النظر. مين الانترنج فاريبل خش هنا يبقى مين الانترنج؟ اكس 1. بص التيبل اهو وانا اخترت الانترنج فاريبل شوف اول ما اخترت الانترنج فاريبل رحت معلم على مين؟ على الكلام بتاعه علمت على الكلام زي ما انا شغال هنا بالظبط بعدين هروح اهو اقسم 24 اوفر 6 بعدين 6 اوفر 1 اند سو اون اهو الحركه اللي بعديها انا التيبل اهو اللقطه بتاعته انا كتبت لك هنا ايه اللي انا بعمله انا طبعا كاتب 24 اوفر 6 في الامتحان انت مش محتاج تكتب دول انت على طول اقسم 24 على 6 تكتب كام؟ انا بس بكتبها هنا عشان اوريها اتفضل ليه ليه طلعت الاكس 1 هي الانترنال؟ طب ما هو هنا الاكس 1 موجود تاني فين؟ ده على طول ولا بناء على حاجه معينه؟ مش بناء على الزد بخش في الزد ده ادور على اكبر رقم موجب مين كان اكبر رقم موجب؟ الفايف الفايف دي اللي هي بتاعت مين؟ يبقى الاكس 1 هو اللي ايه؟ يدخل صح؟ بعدين الحركه اللي بعديها اخد الفاليوز اقسمها على الانترنج اطلع مين؟ الريشيوز وهو ده اللي انا عامله هنا 4 6 1 وانفينيتي نيجاتيف وانفينيتي دي نيجاتيف برضه بس عشان الاضاءه وهي رقم بتبقى مش باين استنى اخوان هتلاقيني كاتب في الكومنت اللي بعديه على فكره اهو انا اخترت المينيمم بوزيتيف فاليو مين المينيمم بوزيتيف فاليو بتاعتك 4 و6 ونيجاتيف 1 وانفينيتي اختار المينيمم بوزيتيف اللي هو مين؟ باربعه شباب متابعيني انا بعيد اللي انا قلته هنا طيب انا اخترت ده ليه؟ بص رحت معلم عليه شباب بص لو انت معلم كويس يعني معاك ماركر في الامتحان ورحت معلم على الاثنين كده كده على طول مين الرقم اللي في النكست ايتريشن هيبقى 1؟
الصبح. اللي متعلم عليه ستة. 6 دي لازم تنقلها في النكست ايتريشن تبقى كام؟ 1. يبقى على طول في النكست ايتريشن انا عارف ان مكان اكس 3 هيخش هنا مين في النكست ايتريشن؟ اكس 1. لو انت بصيت هنا تلاقي كاتبه اللزقه. يبقى الايتريشن الجديد مين اللي هيتكتب؟ اكس 1 هيتكتب هنا. وعلى طول ال 6 دي لازم تبقى كام؟ تساوي 1. وعشان اخلي ال 6 دي تبقى 1 يبقى الرو ده كله انا هقسمه على 1 اوفر 6 اوفر 6. او يعني هعمل ديفيجن على 6 يعني او تايمز 1 اوفر 6 الاثنين واحد اهو. انا على طول رحت معدي مين الرو. شفتي قبل ما اعمل زد قبل ما اكتب اي حاجه انا على طول الصف اللي هيتغير يا زياد هو اللي غيرته الاول. عارف ليه بعمل كده يا محمود؟ انا كسبان ميزه ان لسه ده مش بيلخبط. ما كانش فيه ارقام كتير. بص كده على الايتريشن اللي قبليها. دي الايتريشن اللي قبليها مين اول حاجه تتكتب في الجديد؟ اللي بلازمه انا عملت كده بالفعل. يبقى الرو ده هو اللي هيتنقل تحت بس دي تبقى 1 ودي 4 اوفر 6 وده 1 اوفر 6 0 0 0 ودي 4. ده اللي انا عملته في الايتريشن في الايتريشن اللي بعدها جاست سكند. معانا؟ طب الحركه اللي بعديها انا حاطط لك الايتريشن القديمه عشان انت قدام عينيك وهدي لك الايتريشن الجديده الجيم التيبل الجديد اهو وضعه شايفه؟ انا عايز ابدا اكمل الزد مثلا عايز اجيب الفاليوز بتاعت الزد. هبدا الفاليوز بتاعت الزد دي ازاي؟ بضرب الرو ده كله في نيجاتيف 5 واجمعه على الفيرست رو. انا حبيت اوضحها لك بالظبط مش زي ان انا شغال رقم برقم. فانا هعمل ايه؟ هاخد كوبي من ده هاخد الصف ده كده هطلعه لك بره اهو اهو الصف ده الصف ده. انت قلت لي عايز تضربه في كام؟ نيجاتيف 5 اهو انا ضربته في نيجاتيف 5 كله. بعدين هاخده اجمعه على مين يا زياد؟